اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من منكر الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشقاء والنفاق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسد، ونعوذ بك من الأجج والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.